طبعا في صار الله في تسريب قريته امس صراحه عجبني. والله اتمنى صراحه يصير يا لبي. والله انا من نفسي ترى ماني معجب في كاندي مان، لكن لو تصير ده تسريب اسطوري. طبعا التسريب يقولون انه البيرميد هيد من سايلنت هيل هو اللي راح يجي في ديد باي ديلايت بحكم يعني الراس كذا المثلث، ولكن هذا الشيء للاسف ما راح يكون موجود لانه الشيخ ماثيو قال انه هذا الكيلر راح يجي هو ميز ميز افلام الرعب الكلاسيكيه القديمه يقصد في كلامه. فيعني واضح انه راح يكون سايلنت هيل سايلنت اللعبه وهو تكلم عن الفيلم. بيرونا تريلر عن كيلر جديد. يا رب يطلع كهوكس غلط يا عمودي. لا 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 ابي هبر. لا يا شيخ ترى كلامك صح يا عمودي، لا ابليسك. لا سايلنت هيل يا بنتي، طلع سايلنت هيل برمد هيد الكلب. او ماي جاد. اوه ماي جاد، جايبين من سايلنت هيل 3 يا جماعة الربع. اوه ماي جاد، طلع كلامك صح يا مو. وبعدها بس. جود لوك. اوكي. ترى حطيت انا حاليا ترى قاعد اختار مابات صعبة. بالنسبة لأي كيلر لأني أبغى أحكم على الكيلر هل فعلا قوي الكيلر ولا لا. ليش حاط أوبجيكتيف؟ كنت عاد أبغى أشوف بدون أوبجيكتيف. يلا ما في. أوكي يبلع ورا لوب طويل ماشي حاله. كيف يتحجر لهم؟ ابغى الاوبجيكتيف هذا. وات؟ كيف طاح بضربة واحدة؟ كيف طاح بضربة واحدة؟ كيف طاح ضربة واحدة؟ كيف طاح ضربة واحدة يا جماعة الخير؟ اها يعني انا يوم اوكي كذا ما تروح عنك نخيطك كذا شو اسمه يمكن عشانه قريب ما ادري والله ما ادري ما راح يطيح البلد انا عارف اقطيع البلد عشان كذا فيكتك والله ما ادري كيف طاح بضربه واحده هو شكله حاط بيرك حاط شيء الحين بيطيح البلد عشان كذا ضربته بصراحه ما ادري كيف طاح خوينا كذا بضربه واحده ماني فاهم ما يبان يطلع ضربة واحدة. ما ادري كيف ما 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 ماني عارف ليش طاح بضربة واحدة قبل شوي. والحين طاح بضربتين. ماني فاهم. عشان كذا بعطيه فرصة يعالج نفسه. شايف تتكنتر بس زي السلام عليكم القدرة حقته. اوكي اخليه يروح بعيد عن البلد بدق دهارد بقفر عليه البلد بيطيح عليه البلد خليه يطيح من عليه البلد عادي ما يخالف وما حطيح البلد علي اوكي ممتاز ضربته من ضربتين ضرب ما ادري انا تركته ما ادري ايش صار فيه صراحه يشوفني يناظر علي باخر لحظه يشوف ايش بسوي
نايس. هذه ميزة حلوة اني اخليه بعد يحسبني اني بضربه، اقدر اكنترو فيها. ميزة حلوة اني افيك عليه، تفيدني. طراح تحته، انا بحاول اسبق له من هنا. اوكي. عندي سرعة بلاي وذ يور فود. منتظر اني اروح على بلد يحاول يطيحها. يور ديد. اوكي. برسله قفص. بما انه لمس القدرة حقتي فخلاص بدينا ارسل القفص. راح يرسب من مكان بعيد ثاني في الماب. وين رسب هناك؟ ترى على فكرة السرفايفر يشوفونه زي ما انا اشوفه. يعني لا تحسبون انه يمديهم ما يشوفونه وخويهم يضيعونه، لا يشوفونه. ابغى يروح على 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 القدره حقتي. روح القدره حقتي يمين تكفى. طيب يروح على القدره حقتي، ابغى يروح على القدره هذه اللي انا حاطها انا. نايس عليه. اوكي. الاكس راوند الان ما لقوا الكلر هذا، ينفع معك سون صراحه بحكم انك ما تقدر تستخدم معاه بوب جاز، فراح ينفع معك الاكس راوند. ولو ايش رايكم؟ كويس. ضاع هو فيها الحين. راح يعطيني ديسايسف لاني انا اوريدي شو اسمه ما 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 خليته يلمس القدره حقتي. اوه ما عنده ديسايسف ليه؟ اقدر بس ابي اذن وليد على ايش؟ مات متى علقته انا ثلاث مرات؟ هذه ثاني مره علقه تو. ما ادري صراحه. يمديك تفيك فيها. هذه ميزه حلوه. كنت فل هيلث. اما انت كنت فل هيلث يوم طيحتك؟ ما ادري كيف جبتني وان شوت. ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما سالفه الوان شوت صراحه. ما ادري كيف، والله ما ادري ما ادري ليش قاعد يطيح وان شوت. ماني فاهم صراحه. هل هي الضربه مقلتشه تعطيه وان شوت ولا في شيء انا احنا مو فاهمينه؟ اوكي. 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 تظهر بعدين تطيح. والله ممكن، انا ودي واحد منهم الحين يوقف. اح مات ذا بعد. واو. يب هذا هذا يلعب ضدي. ابغى اضرب ضربه، اعرف منه هو، ابغى اعرف منه هو. هذا هذا عرف يكنتره. هذا بس شاف السيف نزل يعرف انه الكيلر. شو اسمه الكيلر؟ كويس يعني يمديك تخدع السرفايفل في حاله صاير ما ناظر، غير كذا ما يمديك. يمديك تسوي فيك. نايس. اوكي. يمديك تسوي فيك، يمديك تضبط وضعك باشياء. الحين لانه ترى لمس القدرة حقتي يمديني احبس بالقفص حقي. اوكي. الحين هو فاينل جدج ولا وش يجي؟ لا يجي كيج. يمديني احبسه. وين راح؟ راح هناك بعيد. ما تمشي عليك.
خلينا نروح نراقب خوينا الحين بما انه الاخير مات، ما مو لازم يمشي القفص عليه بسرعه ولا كيف؟ هذا القفص حقه يبي يشوفونه. ها شوفونه، اريد ان احفظ الحفره تبطا السرفايفل وتوريك مكانه. اعتقد انه كل خاصيه تكمل الثانيه، يعني لو كان السرفايفل يلو في منطقه لازم تحفر المنطقه نفسها بعد ما تضربها خاصيه ثانيه تجربها. حس يب يب، هذا اللي جربته قبل شوي مثلا، بس مو هم قاعد يلوبون لانه عرفوا افضل طريقه انه اللي تكنتر ذا الكيلر انه مو انه يسحبون على المنطقه، لاني انا كنت مركز على الضربه حقتي، بس الحين بركز على الضربه العاديه وبصير احفر لهم الارض. بشوف ايش راح يسوون يوم احفر لهم الارض. دقيقه، انا جبت انت ديسيبلد ولا ايش؟ وش طلع لي؟ ما انتبهت ايش طلع، انت ديسيبلد ولا ايش؟ ما عليه. اوه جاز هيفن. جاوب على سؤالي فوق. وش سؤالك فوق؟ قلت لو تعلق شخص بالقفص وانت حاط بيرك جوست فيس اللي يبدل الاوبسيشن يتبدل؟ ما جربت. اوكي. صراحة ما جربت. سحب على اللوب صح؟ يب سحب على اللوب. هذه الطريقة الممتازة اللي تسويها ضد الكيلر عشان تفوز في الجيم. خوينا ذا وين راح؟ خلاص بياكل الضربة كذا، ما يقدر يسوي شيء. اوكي رجع اللوب حقه نقز. خلاص بيطيح الحين، ديد هارد وطاح. ما معاه ديد هارد. برسل على القفص. اوكي ما يحتاج اكس راون، ما يحتاج تلمسه يا خوي. ما يمدي يسوي شيء، هذه الميزه الحلوه فيه. هذا نعلق. نايس ربي نايس، ما توقعت ابدا يمدي يفلشني من ذي الجهه، اسطوره ربي. اوكي طاح مره ثانيه، يختصر عليك ام اللوب. الحين ما يمدي يفلش الا اذا جاء من قدامي من الطاقه. اقول ايش اسمه؟ اوكي تركب الجنريتر. هيكس روين معاه كويس في حال ما كسروا لك اياه طبعا، اما في حال كسروه كنت ابغى اضرب انا هيذر، اللي هذه هيذر ابغى اضربها، ما ابغى اضرب الشايب. شايفين القدرة ما يعتمد الواحد عليها. ينقذ من الدريشة. ما عندي المشكلة شو اسمه، ما عندي دريشة من هنا. هناك في واحد خوينا هنا. يعرفني بفيك. تدهار؟ لا ما تدهار. برسل على القفص ولا اقول لكم انا القفص بعلقه. اوكي هناك في واحد سبب ذلك جوست فيس انه نقز. يمديك تفيك بعض الاحيان تضبط معاك. الجبل مره مره قوي بالنسبه لي يعني. نايس عليك تعال. برسل ذا على القفص اسرع لي.
عشان اقدر ارجع على ذاك اوريدي. بطلع له من مكان ما يدري اني بطلع له منه، بطلع له من هنا. يب. اكل ضربه، نقز من الدريشه، يمديني اشوفه بيرك جوست فيس. والله نايس، هيك جوست فيس مره اسطوري معاه، اذا كنت بمسافه يعني ما يشوفك تشوفه، مره بيكون رهيب. هناك واحد بيرك جوست فيس شفته او اوبجيكتيف، ما ادري لا بيرك جوست فيس اعتقد. هنا في واحد يميني وهنا في واحد يساري، بمشي كذا. بيسحب على اللوب هو ولا بيتكي عند اللوب؟ بيسحب على اللوب. اوكي، او معاه سبرنت، نايس. ابغاه يبعد عن اللوبات القوية عشان كذا قاعد افيك له، يحسبني ابغى اضربه. نايس، الحين هو فيك لي. والله ما توقعت ابدا ينقذ من الدريشة، لان انت عرفت توقعت انه بيعرف اني انا بضرب الدريشة، فغريبة نقذ يعني. اوكي، فيكنا لك، الحين تاكل ضربة. يمديك عبين ما ينقذ يمديك تشحن وتضرب بسرعة، فهذا شيء كويس. الموري هذه هي بوريكم اياها، هذا اعتقد علقته مرتين صح؟ الموري عبارة عن يحط لك ربطك للانتيتي حقتها بعدين وبس. والله واو، قدرته رهيبة حرفيا، قدرته رهيبة. بعلقه بالقفص، بالكيج، السجن. اوكي، الحين بتاكل ضربة كذا ولا كذا انت؟ يعني الحين هو بيروح البلد اللي هو عندها، بسبق لك ضربة زي كذا. او ماي جاد، ما قدرنا. انت حشرت نفسك كذا ترى، يب حجرت نفسك كذا يا صاحبي. نعلق ذا. انا اصلا ما انتبهت ترى خوينا وين انسجن، بس الهكس روين لاحظت انه الهكس روين مره قوي معاه في حال انت يعني توفقت في الاكس روين الجديد وما حد كسر لك اياه، لانك يعني يمديك تشغلهم. وحتى ميزه حلوه، حتى لو ما تركت جنيتر يمديك من بعيد تعطيه ضربه. اللي راح يحتفى بالكيلر هذا راح يقول له سرفايفل دي جي. اوكي، في هذا نكسر كل دوم الخاصيه، في هذا ترى انا على فكره ماني قاعد امشي بالخاصيه، يمديني مثلا امشي بالخاصيه واخلي الماب عبارة عن ارضية من ارضيات شو اسمه سايلنت هيل زي ما انتم شايفين، فلذلك نعم. خلاص انا بمجرد ما اسوي كذا الرجال انجر، بمجرد ما اسوي كذا فقط. والله توصل على ال دقيقة، بسحب عليه بجرب شيء بالله. واو، يمديك تكنتر المنطقة دي كاملة لو تجيبها صح. يا واقف، روح ندور ذاك. تقدر تستخدم الخاصيتين بنفس الوقت. يب، يعني يمديك يعني مثلا واحد قاعد يلوبك عند الشاك، يمديك تكنتر عليه المنطقة كاملة باختصار شديد. مثل ذا خوينا لو يدعس على فخاخ حقتي شو الفايدة طيب؟ فيكته خلاص، ما عاد راح على الدريشه.
بالفيك رهيب ذا الكلر، رهيب بالفيك، رهيب مره بالفيك من الذين. خوينا ذاك معاه انبريتشبل، نرجع له بسرعه قبل يقوم انبريتشبل. انبريتشبل يعني تسحب بعدين تطق، يب اسحب بعدين اضرب، يعني اقدر افيك، اقدر حرفيا افيك فيه. يعني انا مو شرط اضرب الضربه، افيك كذا بس، يروحون هم يمين يسار، يبعدون عن اللوب، يبعدون عن الدريشه، يحسبون اني بضرب، واذا ما بعدوا اكمل ضربتي. يعني لو نقزوا انا المستفيد، يعني الحالتين المستفيد مستفيد انا اذا قدرت اتقنها صح. يعني صراحة كلر كويس عجبني، ممتع، بس يبغالك ما تعلق بالقفص حقك واجد، انك لو تعلق بالقفص حقك واجد غالبا انت راح تخسر الجيم، يعني حتى لو قتلت الاربعة تخسر الجيم. ايش في مؤتمر سوني يا حميدو؟ زي ما شايفين انا لاني انا علقت بالقفص حقي اعطوني بريتل كيلر، مع اني قتلت الاربعة وعلى ثلاث جنترات بس اعطوني بريتل كيلر. معرق والله ماني معرق حرام. فيعني الكيلر ذا قوي، تبغالك تفهم له صح، تفيك صح، تحط بركات صح، ما تعلق واجد بالقفص لان القفص راح يضرك. يعني انا الشباب ما اعتقد ثلاث جنترات صلحوا جنترين بس، لاني علقت بس تقريبا ثلاث مرات قفص. شو ايش صار؟ اعطوني بروتل كيلر ما اعطوني بيب ابدا. فيعني القفص ذا ما راح تستخدمه انت الا على تيم مانك مهتم للنقطة، مهتم انك يعني بس لو تجيبهم بس فقط، مانك مهتم انك تفوز في الجيم. فلذلك نعم.